بلغهم نداء التطوع فلبوه دون تردد، واثقونهم أن شوارع الحياة تخبئ نفوسا معلقة هي في أمس الحاجة لعطائهم ودعمهم. لذلك تراهم يتوحدون، يجتمعون، يمشون على وقع كل مبادرة هادفة تطلقها مؤسسة تلتقي معهم على طاولة الحلم بواقع وغد أجمل. أول شيء حابة أشكركم لدعمكم اللامحدود للمبادرة، بس كنت حابة أأكد لكم بعد القوانين اللي لازم تلتزمون فيها. أول شيء تحترمون خصوصية الأطفال المرضى وأهاليهم. ثانياً رجاءً لا تصورون الأطفال المرضى بدون موافقة الأهالي. ثالثاً الالتزام بالمواعيد. ورابعاً الالتزام بسياسة واحترام سياسة المستشفيات. حد عنده أي سؤال؟ مبادرة تبون تقون هي مبادرة خيرية تندرج تحت نشاط حلقة الأمل، إحدى قطاعات مؤسسة سمو الشيخ سلطان الخليفة الإنسانية والعلمية. تأسست هذه المبادرة عام 2013 برئاسة الشيخة شمة بن سلطان الخليفة آل نهيان. تعنى هذه المبادرة بالأطفال المرضى لمساعدتهم على الشفاء من خلال القراءة. انطلقت المبادرة بداية من إمارة أبوظبي من خلال تأسيس غرف للقراءة خاصة بالأطفال المرضى داخل عنابر الأطفال. يمكن التطوع بمبادرة تبون تقرون من خلال إما التطوع بقراءة القصص للأطفال المرضى داخل غرف تبون تقرون في المستشفيات، أو من خلال التبرع بعدد من الكتب والقصص الخاصة بالأطفال. التطوع درجات ينبغي صعودها واحدة تلو الأخرى، في كل خطوة ثمة مبادئ تتأصل، ثمة قيم حميدة تكتسب في نفوس شباب سيستكملون غدا مسيرة البناء والتنمية داخل دولتنا. تعرفت على مبادرة تبون تقرون من الانستغرام، حصلت صفحتهم في الاكسبلور وشفت انهم يطوعون يقرون للاطفال المرضى وحبيت اني اشترك وياهم. قامت التطوع في مبادرة تبون تقرون برعاية كريمة من الشيخة شمة بن سلطان بنت خليفة آل نهيان، الله يحفظها ويطول بعمرها، لأن هاي المبادرة هي فعلا فرصة جميلة للتعرف على ابتسامة الطفل المريض وزرع الابتسامة، وهي من أفضل الأعمال اللي ممكن يقوم فيها الشخص. في ملعب المدرسة قالت آه الألمانية أنا أحمل على رأسي زهرتين. من يحب الزهور هنا؟ تحبون الزهور؟ نفس اللي راست الآه الألمانية تحب زهرتين. يعتقدون البعض أن عمر 15 يكون عمره صغير للتطوع، ولكن في هالسن أعتقد أن الشخص لازم يحاول يسوي اللي يقدر عليه لخدمة وطنه، وهاللي أنا أحاول أسويه. دائما اساسيات التعامل في مبادره تبون تقرون ان نحن نراعي خصوصيه المريض، نهتم بمشاعره، نحاول ان نحن نهيئ له الجو المناسب، نرفض دائما ان نحن نصور الطفل من غير اذن اهله، نحافظ تماما على خصوصيه الطفل، ودائما نراعي سياسه المستشفيات اللي نزورها. متطوعين المشاركين معنا مؤمنين برساله المبادره، وخاصه انه بيقروا للطفل بشكل مباشر، فبيلاحظوا الفرحه في عيون الطفل، أو بلاحظوا أنه شو مدى التأثير بعد ما قرأوا للأطفال المرضى. يوم تشوف الطفل المريض يكون نفسيته تعبانة طبعاً وفي المستشفى طول اليوم، وبعدين يشوفون أنه في حد طوع أنه يقرأ لهم، أنه خذ وقت من يومه ليقرأ لهالطفل، طبعاً بيستانسون وايد وبيكونون وايد مستانسين وبيشاركون وياك، والبسمة على وجههم صراحةً ما تسوى أي شيء في الدنيا. إذ لا يوجد هذا الصوت في أي من اللغات، مو موجود في ولا لغة ثانية. ولن تنجح اللغة في الاستمرار إلا بتميز حروفها، صح كلامه ولا لا؟ صح. في عنا متطوعين مشاركين هم عبارة عن مؤلفين وكتاب، ولاحظنا من خلال قراءتهم للقصص والكتب اللي ألفوها على أنه الطفل المريض بيتفاعل بشكل أكبر وتكون فرحته أكبر. دائماً الإمارات تهتم بالثقافة بمختلف أنواعها، وككاتب أنا حريص جداً أني أدخل في مجال الثقافة، ومن الرائع جداً أن نشوف في مبادرة تهتم بالعلاج بالقراءة، وهذا جانب مهم جداً تهتم في دولة الإمارات. الساحة الثقافية تحتاج إلى متطوعين يدخلون هذا المجال ويشوفون كمية الشغف والحب اللي موجودة فيه.
اليوم قدرت أقرأ كتابي اللي هو عالم الحروف للأطفال، وكنت سعيدة جداً. أول شيء لأني وصلت لهم فكرة الكتاب، وهي أن اللغة العربية هي لغة مميزة، والشخصية الرئيسية في الكتاب هو حرف الضاد، وهو اللي يمثل اللغة العربية. قررت أني أدخل حروف من اللغات الثانية في الكتاب، لأن طبعاً 2019 عام التسامح، وهذه الحروف من لغات ثانية، وذلك يرمز أن صح أن هالحروف من لغات ثانية، ولكن نقدر نعيش وياهم، نقدر نتعامل وياهم. الصينية في الصين، اليابانية في اليابان. المتطوع ممكن أنه يقرأ للأطفال المرضى داخل غرفة تبون تقرون في عنبر الأطفال في المستشفى، أو من خلال أخذ عربة تبون تقرون المليئة بالكتب إلى غرفة المريض، لأنه في عندنا كثير عدد من الأطفال المرضى غير قادرة على مغادرة غرفها بسبب وضعها الصحي. أكثر شيء حبيته في المبادرة أن مبادرة تبون تقرون تتميز أنها هي المبادرة تقريباً الوحيدة اللي نقوم فيها بأنني المستشفيات، على عكس باقي المبادرات. يعني حبيت أن كيف أن نتعامل مع الأطفال المرضى، يعني كتجربة حلوة، يعني وشيء حلو، يعني وتحس أن أنت قاعد تسوي شيء مفيد. يعني ممكن الطفل مثلاً تقرأ له قصة يتعلم منها شيء جديد، ويتم هالشيء في باله مثلاً فترة طويلة، وممكن ينمي الشيء هذا عنده في باله. يعني وبصراحة كانت تجربة حلوة، وأتمنى مثل هاي المبادرات تستمر يعني فترات طويلة وما توقف. حمدان هو ما شاء الله بطبيعته يحب القراءة والاطلاع، فيوم شافهم يعرضون عليه الكتب احتار، وشاف يعني اتفاعل وياهم وايد، وعلى طول اختار القصة ورد اختار قصة ثانية وتفاعل وياها، وربط بين القصة وبين يعني حياته الواقعية أنها كانت عن الصداقة. وعادة حمدان هو بروحه يحب يقرأ الكتب ماله قبل لا يرقد، فأشوفها فكرة وايد حلوة إذا أنا طبقتها عندي في البيت، وبديت أنا أقرأ له قبل لا يرقد، وهو يسمع ويركز معاي ويتجاوب معاي في القصة. يعني أشوفها أسلوب جميل للتفاعل يعني مع الطفل. كان هناك صديقان يمشيان في الصحراء، وخلال الرحلة تجادل الصديقان، فلطم أحدهما الآخر على وجهه، يعني مثل ما نقول عندنا صفعة على وجهه، فتألم كثيرا وكتب على الرمال: اليوم أعز أصدقائي لطمني على وجهي. استمر الصديقان في مشيهما إلى أن وجدا واحة، فقررا أن يستحما. الصديق الذي لطم على وجهه علقت قدمه في الرمال المتحركة. هذه أول مرة أنا أشارك في مبادرة تبون تقرون، وصراحة التجربة كانت وايد حلوة، جربنا شيء جديد. قبل سنوات كنت يوم يخبروني ربعي مثلا ان في تطوع فيه، اقول لا ليش اروح، ليش اتعب عمري، ان ما منه فايده، شو الفايده اسير. لكن بعدين جربت التطوع بصراحه، ومن يوم اي وقت احس عمري ان عندي وقت فراغ او اقدر اني اتطوع، لان الشخص اللي ما يتطوع ما يحس، مش عارف قيمه الشيء اللي هو بيسويه. بس شنو استفدت من القصه يا حفدان؟ ان لو مثلا ربيعك بالغلط زعلك ولا سوالك شيء، تسامحه لانه يتم صديقك. بس إذا سوالك شيء ساعدك ولا سوالك شيء فيه خير، ما تنسى هالشيء، تم تتذكره لين ما تكبر، أنت وربيعك تكونون ربع، لأنه ساعدك ولا وقف وياك. أنا هالشيء بيقوي علاقتكم يعني. حبيت هوايد المبادرة يوم شفتهم دخلوا عندنا، مبادرة وايد جميلة، تخلي تكسر حاجز الملل عند الأطفال، خصوصاً هني في البيئة العلاجية يكون الياهل ملان وفي مكان واحد وما يقدر يمارس أي أنشطة بسبب حالته المرضية. يوم نشوف مثلاً فرحة الأهالي أن ولده مثلاً طايح في الغرفة مثلاً تلقى العلاج أو شيء، ويجوا الناس يعني يساعدونهم أن يخففون عنه، يقروا له قصة لو بشيء بسيط، يعني على الأقل أنك قاعد تساعد تسوي شيء مفيد. لأن استفيد يا حمدان من هالقصة أن هناك بعض الأمور والمشاكل التي عندما نحاول حلها نزيدها سوء بتسرعنا، لذلك علينا أن نصبر ونتجاهل للزمن فهو كفيل بحلها. أعتقد أن التطوع واجب على كل شاب إماراتي وكل شابة، لأن أول الفعاليات تكون في بلادنا، فإذا نحن ما دعمنا هذه الفعاليات وتطوعنا فيها ما بتنجح. فنحن يعني نعتبر جزء مهم بنجاح أي فعالية تكون في هالدولة. على سبيل المثال الأولمبيات الخاصة اللي كانت من مدة هنا عندنا في الإمارات، عدد المتطوعين اللي شفته الصراحة بهرني، يعني ما شفت
فعالية فيها عدد متطوعين بهالكثر، كبار صغار بنات شباب، كل واحد يحاول إنه يساعد ويتطوع في الشيء اللي هو يفهم فيه ولا في مجاله، ولا حتى مش مجاله، لأنه ممكن يستفيد ويتعلم ويكسب خبرة من الأشياء اللي هو قاعد يتطور فيها. طبعاً هني عندنا في الدولة الحمد لله دائماً في تشجيع دائم ومستمر بشكل كبير جداً للشباب للتطوع والحث على هالشيء. يعني شاركنا في كأس آسيا، شاركت في السبيشال أولمبيكس، في السايبر كويست، يعني أحداث كبيرة صراحة، شيء يعني يثلج الصدر إنك يوم تروح تشوف المتطوعين مثلاً أغلبهم من شباب الدولة، شباب وبنات، يعني إن من نفسهم جايين ومسجلين كمتطوعين ما يحصلون مقابل، ما إن هذا الشيء يرفع من شو من سمعة الدولة. وجود مثل هال الشباب المتطوع في مثل هالمبادرات يخلينا نحس إن ما شاء الله يعني شبابنا ناس واعين وناس عندهم روح المبادرة وعندهم روح العطاء والاهتمام وإنسانية عالية جدا، ويخلينا نحس بالأمان إن إحنا ماشيين إحنا كدولة وكمجتمع ماشيين في الاتجاه الصحيح. ما أجمل إصرارهم على أن يكونوا سفراء معرفة وفرح في مشهد إنساني الأبعاد، عنوانه البسمة بقصة نرسمها. الصراحة يوم عرفت عن مبادرة تبون تقرون كان في أول شيء عندي سبب أني أحب أتطوع، لكن كان في سبب ثاني يعني دافع قوي يخليني أتطوع، لأني يوم عرفت أن مثلاً نروح المستشفيات ونقرأ كتب حق المرضى. فترة من فترات حياتي يوم كنت يعني صغير في العمر كانت عندي عملية وكنت منوم في المستشفى لمدة طويلة، والوقت هذا كان جداً صعب في حياتي. يعني أنت تعرف الصغير في السن الطفل في حركة يبقى يلعب يبقى يتحرك، فما بالك أنه يكون كنا مربوط قاعد بس على فراش المرض وما يقدر يسوي شيء، فيحس يحس أنه مختنق ما يقدر يسوي شيء. وهالشيء يعني يوم عرفت أنه أنا ممكن أروح أضيف بسمة ولا أطلع يعني الشباب الأطفال المريضين من جو المرض واللي ممكن أساعدهم، هالشيء أعطاني دافع لأني أنا أعرفهم شو يحسون فيه، مريت بنفس التجربة اللي هم فيها حاليا. فتحنا منذ تأسيس المبادرة 14 غرفة في مختلف مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى أنه تم توزيع أكثر من 7000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية. شارك معنا أكثر من 400 متطوع، كل متطوع كان يعطي وقته للمريض ويساعده على الشفاء. في المرحلة القادمة حيكون في توسع للمبادرة لافتتاح المزيد من الغرف في منطقة الظفرة وإمارة الفجيرة وإمارة الشارقة، وبهذا الشكل بتكون مبادرة تبون تقرون غطت جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. مثل ما نعرف إن في بلدنا كل يوم في فعالية جديدة، كل يوم في حدث جديد، وكل فعالية وكل حدث تحتاج متطوعين، فعشان تي في مثلاً مواقع في شبكات أنت تنضم إليها إنما المتطوعين، فأنت كيف تعرف لو في مثلاً فعالية ولا في حدث يوصلك على الإيميل ولا على الإسمس إنه في التاريخ الفلاني في فعالية كذا كذا، إذا حاب تتطوع ممكن تتطوع. هالشيء يسهل لك، يعني أنت لو إنسان تحب تتطوع بدل ما تقعد تدور في مكان يجمع لك كل الفرصة التطوعية، بالعكس إنه هو اللي يقدم، هو اللي يعرضها عليك، أنت تشوف شو اللي يناسبك، شو اللي تحس إنه ميولك أكثر له، ولا إنه في التاريخ اللي أنت تكون متفرغ إنك تتطوع فيه. لا سوف تذهبين للحفل بحركات بسيطة استطاعت الساحرة أن تجعل. طبعاً صغار السن يختلفون عن باقي فئات المجتمع، يعني لازم إذا تبتسم مرة تبتسمهم 10 مرات، لأنهم صغار يحبون الكلام الجميل اللي مثلاً أنت تلعب معاه تضحك معاه تحاول إنك تحمسه تحاول إنك تعطيه دافع معنوي، خاصة لو مثلاً هي في المستشفيات الطفل يكون جداً تعبان ولا إنه مريض بسبب المرض، فأنت يوم تدخل عليه تحمسه تسلم عليه تقرأ له كتاب، هالشيء ممكن يغير من نفسيته. مثلا اليوم يوم دخلت على اخوي الصغير حمدان، يوم دخلت عليه يبين عليه حاله التعب والمرض، الله ان شاء الله يشفيه ويقومه بالسلامه،
فيوم دخلت وبديت اخذ واعطي اياه بالكلام واكلمه حسيت ان نفسيته بدت تتغير. الشعور هيك شعور داخل ما تقدر توصفه ان انت سبب سعاده شخص اخر. ان شاء الله اول شيء يطلع حمدان بالسلامه من المستشفى، بس اذا كان موجود بزور حمدان وغير حمدان. تبون تقرون هي نتاج طبيعي للحراك الثقافي القائم داخل مجتمع عاش منذ 3 سنوات مضت على إيقاع عام القراءة، مجتمع احتضن بكل شغف وحب مشروع تحدي القراءة العربي بعد أن رأى فيه فرصة تاريخية لإحياء بريق لغة الضاد وإيصالها إلى كل الأروقة والأمكنة. سلمى ترسم، وسامر يصنع الأشكال الورقية، وخالد الصغير يركب أجزاء لعبة خشبية. لأني من صغري مهتمة وايد بالقراءة، حصلت على لقب سفيرة جامعة زايد للقراءة من أول سنة دخلت فيها الجامعة، ومن بعدها يعني بديت أشترك في وايد مبادرات تخص القراءة وتخص الكتابة أيضا، لأن هذا شيء وايد يهمني. كنت أشترك بعد من معارض الكتاب، أشرح للناس أهمية القراءة، ليش يعني لازم الواحد يبدأ القراءة من هو في عمر وايد صغير، لأن هذا الشيء يعني يعطيك مهارات بالحياة بعدين بتحتاجها. فأول ما سمعت عن مبادرة وانا ريد أو تبون تقرون على طول اشتركت فيها. شاركت فيها وكنت من المؤسسين في جامعة زايد اللي هي مبادرة تبون تقرون وانا ريد من كنت طالب في الجامعة، واليوم أنا خصصت وقت بعد الدوام اللي أمر على المستشفى وأقرأ لأحد الأطفال قصة على أساس شوي نأخذهم إلى مناطق أخرى، ممكن هم اليوم موجودين في المستشفى ما يقدرون يطلعون مكان، وممكن نأخذهم عن طريق الروايات إلى مناطق وعوالم أخرى يكتشفونها عن طريق القراءة، ونفتح لهم مجال ونفتح لهم باب أنهم يكملون من بعدها. كنا نجمع الكتب ونقدمها للمؤسسة على أساس تتوزع في الغرف الموجودة في المستشفيات، وصلنا لعدد كبير، وإلى الآن نحن مستمرين أن نجمع الكتب لأن حاطين قسم معين لتبون تقرون. اسمها حلو ولا قريتها من قبل؟ زين نقرأ مع بعض، لأن أنا أول مرة أقرأ هالقصة، تساعدني تمام؟ وجود المكتبة يعني لاحظنا نفسيات الأطفال قبل وجود المكتبة وبعد وجودها، فوجدنا أن في تجاوب أفضل وفي يعني استجابة جميلة جدا تجاه المبادرة هذه، لدرجة أن يفضل أنها تعمم على باقي مستشفيات الدولة. الفرحة اللي شفتها في جروب الأطفال هاي تعني للدنيا، لأن أنا أعرف يعني الطفل هذا كومة من البراءة، فيوم تشوف شخص جدا بريء ومستانس يعني شعور لا يوصف. عشان شي يعني أنا أحب أني كثر ما أقدر أسعد الأطفال، لأن طفل طفل، الطفل بالأخير طفل، يعني مهما هو متوجع ومهما واجه مصاعب ومهما شاف من الدنيا لا يزال طفل، وهذا هو الأمل للمستقبل. الكلمة اللي شدتني وأنا أرد محمد للحجرة قال إن شاء الله لما أتشافى أبا أشارك معاكم وأتطوع، فهذا دليل على أن التطوع أصلاً مغروس في نفوس كل مقيم على هالأرض، أنه حاب يرد الجميل لهالوطن يعني لهالدولة، وإن شاء الله يعني مع السنين إن شاء الله محمد يتذكر هاللحظة وممكن يكرر هالتجربة لغيره من المرضى إن شاء الله. قصة اليوم هي سقف الأحلام، نقرأ القصة وأنت تساعدني بعد تقرأ معاي، أوكي؟ كمل. حدثني شيوخ القرية أن الآن فقط علمت أن لنا بيتاً آخر كبيراً اسمه حارتنا. أعرف أن وايد ناس يقولون أن القراءة والمطالعة مستحيل تساعد شخص مريض، بس ما في شيء اسمه مستحيل، يعني هذول الأطفال أول ما تعطيهم شيء خلاص ينسون اللي هم فيه ويبدون يدخلون في الخيال هذا اللي أنت قاعد تعطيهم إياه، فما في مستحيل، العكس أنت لازم تحاول أنك تغرس في الطفل حب للمطالعة وحب للقراءة حتى وهو متألم، لأن بعدين في الحياة ممكن بعدين هذا الشيء يساعد إنه يتخطى المصاعب الأخرى بعد. وجود مكتبة في المستشفى لإخراج المريض وخاصة الطفل من بيئة المرض والأدوية والعلاجات إلى بيئة ثقافية، بحيث تسمح لمتطوعين من خارج المستشفى بأنهم يأتون المستشفى ويثقفون الأطفال، يساعد الأطفال نفسياً، وقد أثبتت الدراسات بأن هذا العمل يساعد في سرعة الاستجابة للعلاج ويحسن من نفسية المريض بصفة عامة.
في كثير من الناس يعتقدون أن التطوع ممكن يأثر على الحياة المهنية أو الدراسية أو العملية بعد في نفس الوقت، بس أنا أشوف العكس، لأن أنت بتتطوع بتكتسب خبرات، تتعلم أكثر، بتدخل مجالات، تجرب مجالات جديدة تفيدك في الدراسة وفي العمل. بما أني كطالب وكموظف هالشيء فادني في الدراسة وفادني في العمل، أنا بديت في قصر الحصن كمتطوع في تاريخ 7/12/2018، وبعدها بأسبوع تم توظيفي من قبل إدارة قصر الحصن، لأن طلعت من أفضل المتطوعين اللي كانوا في هيك الفترة، فاختاروني أتوظف عندهم كمرشد سياحي في قصر الحصن. التطوع أصبح شيء مهم جدا في المجتمع، والحمد لله قيادتنا الرشيدة أولت للتطوع يعني اهتمام كبير جدا، وشجعت الشباب لدرجة أن الشباب الآن الحمد لله في إقبال جدا جميل من الشباب الإماراتي في مبادرات التطوع. كل واحد في تخصصه، أنا طبيب إماراتي لكن خصصت وقت للتطوع في المستشفيات في مخيمات اللجوء خارج الدولة، تشرف عليها مؤسسات خيرية إماراتية، كان لها بالغ الأثر في رسم الصورة الإيجابية لدولة الإمارات، وكمان بالغ الأثر في نفسي كمتطوع. أريد أن أساعدكما، ألح خالد الصغير. قالت سلمى: حسناً، يمكنك أن تجمع قصاصات الأوراق. عيال زايد يحبون يتطوعون ويحبون الأعمال الخيرية، لأن هذه قيمة تعلمناها من أبونا الشيخ زايد. تطوع تسوي شيء لتسعد نفسك وتسعد الآخرين. تطوع يصنع من الشباب جيل يهتم بالمجتمع. لا تستصغر الشيء اللي انت قاعد تسويه، حتى لو انت كنت تشوفه شيء بسيط. ابسط شيء ممكن تقدمه لبلادك اللي قدمت لك كل شيء، انك تتطوع وتساعد في نجاح اي حدث ولا اي فعاليه. وايد ناس يسالوني انا ليش احب اتطوع، وجوابي دائما ان انا ابغى اعطي الدنيا شويه خير. حرف واحد بامكانه ان يسرق كل الحزن الكامن في قلب طفل صغير يرقد وحيداً على الفراش في إحدى غرف المستشفى. أحداث قصة واحدة يمكنها أن تطير بولد مريض بعيداً جداً عن عذابات الخوف والأدوية. صدق من قال: أحياناً لا ينتظر منا الآخر سوى القليل من الوقت، وكلمة صادقة تخبره بأننا لأمره نهتم.